كم اخذته؟ علمت حبيت من 900. كم يعني طبقتهم كم شريتهم؟ 8500 وجانا 2900 يعني 750 750. لا 700 يلا 750 750. عادي انا ادري 800 يعني 50 مطبخ. انتم انكم معلمين الريتم كان سوي بقدركم زي قدرنا. ليه؟ عشان انت ما غسلته صح؟ انا فيه اللي غسلنا. لا والله ما غسلنا والله ما غسلت انا شفتك شلون؟ ما فيها اكل وين ودي النعم هالطنطلة. انا ما ودي اخرب عليكم ادري بس انكم معلميني كان سوينا زيكم. حبايبي رجال اسمع الحين وش وش الله اللي مرك يوم تنسى الملح ها مسوي لي فيه لا نقول إن شاء الله عندنا مطبخ ممكن ناخذ درجات دفنا حرب يمكن يجيك بالله سكر الباب نواف نواف اي والله خير انت سويت ما ايش تسوي نواف ها يا نواف بالله ولا عليك امر سكر الباب إيه؟ حر والله حر يلا نبقى هون روح لبقى عامة نبقى ومن هنا التمر يلا لا والله بس شوف المكرونة في القدر ترى حارة بعد اخر بحطها القدر العيال ما في بيبسي ولا حمضيات ها اذا في جيبوا المكرونة يا قلب انا مقادير لا اله الا الله يا رجل حر عاش اي والله حر يلا قم يا رجال ما انا بهذا دقيقه خليني به بس بتضارب واجيكم العمل باخي باتي يلا بدي التعب برق بس بصلي العصر ها كم باقي على العصر كم باقي على العصر شو عليك باقي عليه خمس دقائق ويستوي لا يذن ماذا عنك ها ما شاء الله وناسي لي ملح لين ما ذكرتك بالله وش اللي خلاك تنسى ملح شيك عاش اليابان آه. لا بس بس عاش النبأ ايه قدر الضغط ترى فيه مكرونه انا باكل بطبخنا لا قدر الضغط ترى حلو المكرونه اللي فيه والله ايه بعدين ترى مسكر حاره اها بده يسوي منكح ليه داسه لا ما شاء الله على خويي يوم جايب يغرف المكرونه وانا ذوق المكرونه ما فيها ولا نقطه ملح خويك تكانه قلت اوف خويك تكانه واحنا نرجعه ونملح يا الله يا الله يا بالله وش شعوركم بكره والله انا ما بكره يوم شعورنا طال عمرك
عاد انا بالذات شعوري انا قدر تجيب الدهل تقول شعوري بالذات انا اقول اللهم ان تام به خير صح الطلعه انك تجيبه الله وتام به شر انك تبعده حكيم والله ما تدري والله يا ابن ادم لو انه يعني انه يشوف اللي الله سبحانه وتعالى يختار له انه ما عاد يختار لنفسه طيب انت حتى لو انه شيء انت كارهه هالشيء هذا انا اعرف هالشيء ما نختلف عنه هنا هنا ناس تغدى تجيبها عندها جيب هنا جدك واعطيها الجبس انت انا اعطيها الجبس ارضم ارضم اقرب اقرب على اللي رجال يلا يجي اوه والله ما رقت زين جويده معي خلصتنا يا ولد مكيفات تفضل ما نعدت انا احسن اصبر لين الفجر النوم حلوه هنا ترك الفجر من اجل اللي عندنا تكفى ما عندي يا معمود وانت شو الشعور يا مستعد؟ شعوري ودي نطلع ودي اطلع في نفس الوقت واحيانا لا ما ودي اطلع اخي حبيت والله ما ودي اطلع صدق اطلع ليش؟ والله ما ودي اطلع انا اقول لك ود فيني شعور بس كني يوم كني مش كني ولد حبيتهم بس انت لو انا سالني قبل اسبوع اقول لا بطلع ليش معنى؟ ها؟ ايش معنى؟ انا والله ما بطلع سبحان الله يا ولد ما ادري ايش والله من اول يوم يا اخي ليش ابغى اطلع انت جيتنا بعد عقب لا بس يعني المقصد انه اشتاقوا للشيبان لهالهم زين ذمتي ذمنا اشتاقنا وبكينا لكن جيت تسوي يا اخي رزقك تصبر غير هيك بس الشنب ترى برا السعوديه بس الشنب ترتيب الشنب والله والله رايك كانك باتمان شكرا ما قال يا قلبي يوم السبت انا وانس شوف الحين انقلب من دربويه ليه؟ من يوم جينا احنا شرحنا ذا الحار حار هو حار الثلاجه اوه انا ثوبي انتثر عليه هذا ايش هو الصلصه؟ ايه سبحان الله الاسبوع راح انا ما طبخي الاسبوع هذا طبخي الاسبوع الجاي ان شاء الله طبخي نسوي وياه باذن الله هذا فيه واحد تاجر طيب والتاجر هذا له عيال اخوان يسولفون عنده عيال اخوانه هذولا يسولفون عنده عن واحد بحارتهم يقولون شفت فلان والله ان فلان جيد بدراسه بس ان الرجال المسكين يجيه حرمان واجد يجيه غياب ما يجي للجامعه وكان يسال الولد العيال الاثنين يسالون بعضهم والرجال الكبير بس ان هذا كان موجود طيب وكان تاجر الكبير السن كان يسمع عيال اخوانه يسولفون وقال الولد صغير ليه وش بلاه ما يجي يعني الجامعة قال إنه حوالها ماش ماديا إيه ماديا ماش ولا يعني جيد بالدراسة لكن حوالها ماش وإنها ما عندها إلا سيارة واحدة وتخبر أبوها ما يروح يكد عليها ولا شيء ما يقدر يروح عليها الولد وأحيانا الولد يروح مع واحد لو إنه محضرته الساعة 10 يروح مع واحد الساعة 7 عشان بس إنه يروح الجامعة واحيانا يطلعون يخلونه انها تنتهي محاضراتهم وهو محاضرته ما انتهت. المهم فقال ان الولد هذا فعلا يعني موضوعه زي كذا ويقول الحين الكبير التاجر. فعلا موضوعه كذا وانه ما يقدر وانه ما يداوم مع انه جيد بالدراسه قال لي هو ساكن قريب عندهم بالحاره. قال تمام احنا بنصلي كان في وقت صلاه جاي احنا بنصلي اذا شفتوه بالمسجد علموني. المهم وجاء راح صلى في المسجد يوم صلى في المسجد شافوا الولد هو يجي هذا الكبير بالسن جاء وقال شلونك يا ولدي كيف الحال جاء لي حواله ماشي اللي بالجامعة وشلونك كيف الحال وينك يا أخي ما تسير علينا ولا تجينا ولا شيء قال أنا والله إني منشغل قال طيب ليه ما تعزمنا ليه ما تعزمنا قال أبشر الله يحييك قال أبد خلاص بكرة العصر تراني بتقهوى عندك بس يقول الشايب ايه يقول للولد هذا قال الولد ابد الله يحييك انا انتظرك الله يحييك انا انتظرك راحوا يوم راحوا راح هذا الكبير شو اسمه اللي عازمه الولد يقول راح للمعارض
ويشتري السيارة أصفار موديل السنة ويجيبه طال عمرك يوم جاء من بكرة العصر ويروح للرجال ويتقهوى عنده ويهديه السيارة. لا إله إلا الله. عشان يروح يدرس ويجي صفر. إيه وهو عندهم بالحارة. الله يبيض وجهه. إيه والله يستاهل. يستاهل. خلاص انتهت؟ خلاص طال عمرك. طيب يا ابو فريزان؟ اوه رجلي. روح ادن الصلاه عليك. ما هي بالك ساكم. يا رجل انا حسبي. يا بالله نقطه بسيطه قبل الله نروح نصلي. باذن الحين. حبيت اذكركم واذكر اخواني المشاهد عن وقف اليتيم بجيزان وبالاصح بوادي عمود بجيزان. الله الله بالتصدق والله الله بكفالة الأيتام. الرسول يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. واليتيم محتاجنا في الوقت هذا، إذا ما عاوننا إحنا من يعاونه؟ صلى الله وسلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حلفت. هذا فم ولا شفاط هذا؟ شفاط. والعلوم العلوم سركم يا بدورت العلوم. فينا الو 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 سلطان سلطان صلاه صلاه صلاه. والله يا جوري قيمني. اوه والله يجي لي بصلي ثم برقد. ترى سعوديه برقد اخس نومه. مازن تكمل النوم ولا خلاص؟ والله ما نمت له ساعتين، ترى ما نمت له الساعة 10. انا ما نمت له 11. انا تصدق اني كنت خايف اني ما اقوم. انا عندي خطه بالعكس قمت قبل الصلاه الاذان. انت مقوم تكمل من نفسك قمت كذا؟ لا ما ادري من تكلم وقمت. يعني ايش اقلب؟ واصلي واطبخ ولا جاي النوم. رغم اني كنت اتوقع اني ما انا جيت غفيت هنا شوي. سبحان الله مع انه موصيني تكفى قوم. ايوه قوم. انا على نفسي ما بقوم والله ما اقوم. اليوم كيف قمت؟ والله ما ادري. ترى اذا انت شايل هم شيء تقوم صح. حتى بدون منبه. طيب هزات تنام انت بعد؟ اي وانت؟ يومين ارقد يا ولد مرتاح في المسجد. يا ابو يا يا ابو يا ما ارتحت الا في المسجد يعني. اي والله لا سجل يا ولد اليوم مكيف يا ولد مشغل كل شيء. بالنسبه لي انا واخوي مازن ان شاء الله بعد الصلاه بناخذ بطاطين نعم صح بنروح المكان السري نتخابره صح وانا معاك صحيكم ان شاء الله تراني احنا الساعه ما في نوم ما في نوم بعد المغرب بعد المغرب ما في نوم المغرب يا اخي انت تنام العصريه مين بحلو نوم تعصير والله ما نمنا يا اخي ما نمنا عادي اصبر والله ما نمنا اصبر لين الساعه 9 ورقد كم ساعه نمت؟ ما شاء الله عشان خصمون علي متى نمت انا 8 8 ونص ايش هي؟ والله يمكن 9 والله والله العظيم اني ما نمت الا الساعه 11 ولا انا حول 10 كذا 10 شفت ذي؟ ايه كان صبرت صبرت وصلت ها؟ الساعه 11 خلاص ادى ترى ادى والله انه 11 شلون ذي؟ ذي يعني قصه ايه صدق يا اخويا ترى اذن 11:40 يعني باقي 40 دقيقه رقد بس الحمد لله صليت المسجد طيب بس ما تعتبر نوم 40 دقيقه هذه ارهاق اقول لك انا من وسط صبغتي واصل سبحان الله مع اني والله انا يبدو لي اني شخص غريب لو نمت بدري يجيني كسل اقوم لكن اذا نمت يعني متاخر اقوم نشيط انتم مدري ولا لا ورب الكعبه يحتاج لغرفه لحالي ما ابغى احد يا ريت هم يقوم في صاله صلاه وما حد يقومك مقفل الجوال وظلام هم ما في شيء اسمه صلاه ومكيفين مو مكيف واحد مكيفين لا 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 هم يقوم في صلاه البزنس مثل والله هذا اللي قدمها مصطفى الجبلي صلاه التميز التميز هذه ليش ما يحطون غرف نوم متميزين هذول وقبل غرفه النوم جوا قبل غرفه النوم تختار لك وجبه انت تبيها ونوم تاكل اللي انت تقول بس منه اللي انت ماسكه معك يعني طبيعي انه الحين كل واحد مشتهي لها اكله معينه اطول نوم نمت يجيبونها لك وتنام اطول نوم نمت جوالك معك جوالك معك اطول نوم نمتها كم ساعه؟ ها؟ اطول نوم نمتها والله اطول نوم نمتها يا نواف اسال اطول نوم نمتها بنام مره كنت جيت مره جاي من الكليه وجاي كنت مخلص اختبار ودايخ الظهر الساعة 2 كذا رحت مواصل لا لا ما أنا مواصل بس دايخ كنت تعبان وأنا نام يا عيال والله العظيم يقومون وارجع نام يقومون وارجع نام اللي هو الصلاة يقومون الصلاة وارجع نام يقومون الصلاة وارجع نام فجأة
والله العظيم يا عيالهم قومين إلى الدوام من بكرة الساعة 6 الصبح. تخيل من الساعة 1 الظهر نمت لين بكرة الساعة 6 الصبح. والله العظيم هذيك النوم. بس ترى هذه ما تجيك دايم، تجيني يمكن بس سنة مرة. إيه عشان وقت واحد إيه. واحد من العيال والله ما أنساه يا شباب، هو طبعا قريب مني، دائما نطلع سوا نروح نجي سوا. قام أترك رمضان نقوم عصر صح الساعة 4، قام رجال الساعة 4 خذ أغراض وافطرنا عنه بعد المغرب إن العيد بكرة. راح تقبل خلص ملابس وحلق وزي كذا، تعرف واصل جاء صباح العيد عيدنا تمش طلع افطرنا. ما جيك بعد العيد الصبح نرقد من الظهر ما رقد، هو قاعد 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 لين عصر. يوم جاء عصر رحنا استراحة تعشينا وسمرنا واليوم في العيد. وجدت كنت ما قدر قت صاحي من عصر أمس إلى عصر اليوم، هذه يوم 24 ساعة. أيوه. ومن عصر إلى الحين يمكن 30 ساعة. قال والله إنه فيني نوم لكن أبغى أنام نوم حلوة. من رجال كحد يمكن الساعة 2 في الليل الرجال خلاص ما عاد يشوف شيء. هو يخش غرفة عرف للرجال ويقفل الباب طق كذا قفل. يقول ذكرنا الساعة 2 وربع. نعم نعم. يقول ما حلمت وعلمت إلى الساعة 3. يقول حسبها 3 بعد 25 أثرية 3 اليوم الثاني في الليل. لا والله أقسم بالله يا ديني أني أدق عليه من ساعة. تخيلوا من 2 وربع في الليل إلى 3 من الثاني ثلاثة. يعني نايم يوم كامل وزيادة عليه 40 دقيقة. لا إله إلا الله. ورم الكعب لا أسرد ذلك باقي يا رجال. كم أنت بتجيكم كم هو أكلت أكل باقي يمكن 17 دقيقة مليت الكرشة جيك تبنوا خمول صعب مع أنك تقولون قام من نوحي صدقت خمول. فأقول لك يقول ما أنسى هذيك نوم من دمتحي هو زاد راعي نوم راعي نوم بس هذيك الحالة 24 ساعة. أنا صدق إذا تعبت ورهقت ما تعدى 12 ساعة مستحيل طبيعي نوم طبيعي كده. أنا أصلا نومي طبيعي 8 ساعة بس أحيانا كنت تعبان جاي من خط كنت أشتغل فمدة 12 ساعة. ما زال أنت موظف؟ لا هزاع نواف ولا توظف قلت توظفت مرة؟ ما قد خليت شركة أنا ولا خليت تجارة ها؟ ما لا ما اشتغلت ما توظفت. متى تخرجت؟ تخرجت قبل كورونا. شفت تخرجت أنا شهر 5 الكورونا جتنا بشهر 7. طيب مولد كم انت؟ 19. صغير يا ما شاء الله صغير احسبه كبير. اي والله احسبه كبير وربك كان كنت اتوقع 28 29 والله. اي والله طلع عمره 6. لا انا قالوا لي 22 بس ما صدقت والله. من 22 يقول 2 بس ما صدقت. لا لا اذا انا 24 انت 22. لا لا انا 25 26 26 انا 5 بكمل 26 كملتها احنا عندنا في شهر 3 انت عندنا في شهر 5 انت اكبر مني بسنه. ايه علم ايه اعرف عمار اعلمكم اصغر ثانيه في القريه على خليهم اصغرين اصغر ثانيه انت؟ انا ترى كبير لا يغرك الشكل عمر قصدي ما قصدي شو اسمه هزاع ترى صغير صغير اذا طفى اللمبه بينامون يبكي رجال الاثنين بس. لا انا لاحظ دايم مازن انا لاحظ دايم مازن اذا جاي يرقد هزاع جاي يقرا عنده حكايه عنده دراسه. انت يا البراندات ما شفنا منكم هدايا ولا شيء يا ولد امانه اذا جيت بنام العيال متكين على سريري انت ترى ما كان سريرك مو حلو سوالف قلت طيب سوالفكم هذه اللي ما تسولفون علي بالبث يا اخي نروح انام يا اخي سوري ممنوع في البث. لا اله الا الله هذا انس وهذا محمد بندر وهذا وازع وهذا طواله جسم محمد المسردي وهذا ركان وهذا الطواله من الثاني والله ركان يرقد الاحياء ركان لكن والله يا انس يا رجال قول لا اله الا الله تدري كم نسوي انا هنا ركان جنبي حمد الطوال هني ركان منقوم ان شاء الله تبارك الرحمن الفهاو عنده والله اني تقلب يتقلب يتقلب لين يجي عنده ويتقلب يتقلب لين يرجع من الطواف على الوضع مقرب السريع من بعضه ما ردف صدق اي والله يا ما هو شغله والطوال يدف علي وانا ادف له مره كذا سبحان في ناس بعد يتكلمون هم يسولفون انا كنت كذا لقيتها امس توقعون الراقد وين توقعون كذا وين على حافه السريع ايوه كذا متلحف وراقد على حافه السير رجلين انا طالعت من برا كذا هني صادق مره صحيت زي كذا سير كبير رجل راقد هناك يرقد ركان من اللي يرقد لويش يسولف معك تلقاه راقد على طول ولقيته مره راقد بجزمته وملابسه على طول
اليوم انا والله يبيك تنضحك. هو محمد بن هم الاثنين هذول انت اليوم فاقدينك وين؟ في المسجد. لقيت البدء امان قلت لي ولا تاخر. انت من؟ انا مسفري والمري الظهر سلطان. والله اني كنت مكان وحي مكي وصلتوا علي كنت اقول بنام في ما علي من هنا الانبات علي ما ترقد ولا اسمعك انا محمد بدر من الضحك. لا شفت روح هناك روح لحالك هم اللي راحوا من مجموعه ما تتم مجموعه يمكن يطلعون لا هذول تموت والله لا كنا موجودين ايه بس النام سلاسل كان في ناس صار اضبط ايش اقدر ايش اقدر انا اسم تقول انت مازن انت سيرك مكان غلط على الممر يا ولد والله صدق العيال يجون يجلسون ويسولفون وهذا يقول سالفه والله يا ريت يجي نصيحه انصحكم بها ما تطري على القصيده الا جايات شعر كذا اقول انصحكم بنصيحه ترى قصيده انا مجربها يمكن لي ثلاث ايام بس اليوم خربت عشان علي يوم رحنا ارقد على طول اول انتهي البث لا تقول انتظر فطور اقسم بالله ترى اذا انتظرت فطور اني اصلي الظهر وانا فهقان لكن اليوم اشتغل عشان علي اليوم مره يوم يقول لي اصلي الظهر كذا امس انا جربت مو امس قبل امس انت امس حجبتني رقدت حتى قبل بس بدري ايه لا لا توهقني مو قبل ثاني قبل انتهي ايه لا توهقني زمان يوم قمت الظهر كيف اول ما انتهى البث وانا اروح وانا انام ليه؟ لان وقتها فارس نام مبارك مخريم نام اغلب العيال يجون يسولفون عندي اغلب العيال اللي يجون تكون عند سريري هذول كلهم ناموا فارس نام انا بدري غريب ايه لا بس فارس ما شاء الله عليه اربع ساعات وخلاص نظام شي بام فارس لا فارس انا حقي حلال زي كذا فارس كنت انا وياه هنا بمزحميه ثلاث ايام والله العظيم يا عيال ما شاء الله تبارك الرحمن يعني لو يقول كذا يقوم خلاص نظام شايب نظام شايب يا اكيد يعني تخيل انام انا ننام انا وياه هو بغرفه وانا بغرفه احنا شلون في الفندق حقنا ماخذين لا ماخذين صاله وغرفتين فهمت؟ انام انا اصلي الفجر وانام وهو لا ينام الساعة 7 كذا يطقطق على جواله يقوم تخيل الساعة 11 مزين القهوة مزين كل شيء شفت نام بعده وقام قبلك يجي يقومني ونصلي واجي يعني هنا احس انه ينعس والله العظيم انه شبع عنه انا اللي ينعس وهو لا شفت نطلع نروح نتقهوى تعود تعود رايح حق ويقوم اوكي طلع الساعة 11 كذا كذا نفس الوضع توقع صدق وربك يعني ما ينام الا باسم 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 ايه هذا صعب باسم والله اني احسب اني اضحك اني يستهب الالم كل ما قدر صادق زال ما انسدحت بس بالله الحين فيكم نوم ايوه انا في نوم يا ردي لا ترقدون يا ردي شوف لا تكذب على بعض اذا ما رقدت الحين ترى والله صدق ما في نوم انا جاي نوم الوناسه كلها في الليل إذا ما رقدت الحين تراك ما راح تساس في الليل. طيب إذا ما فيك نوم. أوه يا هلا مهرجان. والليلة في عشاء الظاهر. وبكرة في عشاء. في عشاء. اليوم وبكرة وبعد بكرة وايدين. عشاء الشيخ. أبكى ابتدرني معاه وأنا بالله لازم تنامون. نسيت نسيت إني أشتغل مع الشيخ. لازم تنامون. أنا ما علي يمكن عنده موعد. يمكن خوي. والله برقد اليوم غريب. ها؟ أقول برقد اليوم غريب. شلون يعني؟ والله تقوم منفس من بعد العصر الى قبل المغرب العصريه كامله اقسم بالله تقوم اخلاقك هنا وتشوف ايش اسوي يا ابراهيم يا اخي اصبر قول برقد لين اثنين مغرب كيف ترقد يعني شلون؟ فهم صليت العصر ايه رقدت لين اثنين مغرب شلون طيب ترقد انت ترقد كيف يعني؟ اوكي انت بترقد صح؟ هزاع لا هزاع هزاع انت حسيت ترقد صح؟ صح؟ وشلون ترقد؟ ارقد شلون؟ كيف؟ اشرح لنا تعرفون؟ لا تعرف يا نواف؟ لا تعرف؟ لا 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 ما اعرف شلون ترقد؟ ماذا ها؟ وين النعم؟ العلم ام الذمه الذنب بس اللي بها نرقد قطع الله شرجي 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 كويت رخاش اخوي يا احس انه كيس والله اني من اول احسبه كيس فاضي أيوة. لكن ارجع انا لمحور حديثنا كيف تنام؟ ما ادري اعلمك في الغرب تفكر فيه؟ قبل تنام؟ فكر ارقد خلي فكر ارقد والله ما تروح ديره انت بس هذا انا اللي افكر تبغى ترقد؟ خذ مخدتك وبطانيتك ووض وروح ادمن وارقد هناك اسمع قل نواف قل نواف والله ما تروح ديره مالي بقايا اسمع ولك من عندي نقاط ما باها يعني صدق قلت ايه؟ يمكن احد نقاطي
مدري ها مازن البرنامج ده حلبوه حلب المتسابقين في العطور. كل ما جات مناسبه قال عندي 10 عطور هديه ولا شفنا منها شيء ولا شفنا منها شيء. لا كلم الاداره بضراطي إيه؟ كلمت مكتمر يقول اصبر نشوف لين الاحد. قلت في ناس فايزين بيعطيهم عطور. طيب انت الحين في احد بيجيب لك من الحصى؟ اي بس ما خلونا هاي يدخلونها. اي ما جابوا هدايا الحين ما جابوا هدايا. خل هذه هدايا هم ناس مستلمين لهم من برا. طب انا بدقه بتواصل مع احد رافضي. اوه انت ما تكلم احد من هناك شلون؟ اي بكلم من عنده. طيب ما اعطوك اليوم ما كلمت؟ لا والله كلمت الشباب بغيت ابكي امانه. كل سولف معهم اليوم. انا ترى ما اخذته حرام. الا طلعت كذا انهم عطوك. والله ما عطوني. يوم جيت قال ما اعطيك اياه. قلت يا انا راعي نوم. قلت عوضوني بكره. قال خلاص بكره ويكند خليكم انتم هنا. بس استفدت ما قصر علي. شلون؟ اعطاني جوال. قال كلم وراسل وسولف. كلمت يوم كلمت يوم كلمت ابوي يوم كلمت ابوي الربع. تخيل الشعور. ها الى ماسكين خط العائله كلهم يكلموني سبيكر. الله متذكرني كنت معهم. وين رايحين؟ رايحين نماص الديره. اوه الاجازه بدات. الاجازه بدات اليوم. اختبرت بدات يا اختبرت اليوم. انتهت امس الاربعاء وراح هي ها؟ حق النصف الاول ها؟ الترم الاول. الترم الاول اليوم خلص الترم الاول. يعني الحين اجازه 10 ايام من يوم الخميس اليوم الين الاحد مو بدا اللي عقبه 10 ايام. يود العصر طول. شوف كم باقي له. في زواج وفي ملكة وفي عشاء. العصر كم باقي له؟ يا رجل باقي يمكن 10. كم تبعد النماص عن جدة؟ يمكن 600 عليها. 600 570. انا اعلمك حاجة. خذ مخدتك بطانيك وروح ووقف. اذن وعشان اذا خلصت الصلاة ترقد. طيب وانت لامه؟ انا بصحي وياه. انا برقد فوق المجلس. ما سوى على نوار يقول هزار رجل هناك ودن وصلبه رجال ماني اقول خلي خذك عشان مخصص صار يرقد دقيقه يا رجال طقمك بس صحيح رجال يتركب بس صحيح 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 انت وش تخصك؟ تسويق صدق والله اي والله دبلوم ولا بكالوريوس؟ باسم والله اني ما ادري شيطان كيف ينام هناك ترى التعب له هدوء مازن ها الاضاءة هناك قوية يا ولد الاضاءة تجي صادق حق التيه لا التيه هذه مو بحرمة ها شلون هذه؟ ذي ذي هو قال ذي 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 طيب ذي بعد تقول الحرمة لا تي يبي يذن الحين اذن الربع والله ان تشيز كيك ذي انا لو اني رايك اكلتها يمدحون تشيز كيك ذي كل وقت يعني ايش كيف؟ اتوقع انا من الكيكات الفخمه شلون يعني؟ الحين دقيقه كم قعدت المستشفى؟ طولنا مستشفى زهنية؟ طيب كيف تقول ال يا الربع ودي اشرح لكم شيء خلي جوا اسمع كيف تقول الحلا؟ كيف؟ يمدحونه ذي شلون؟ وين رايح؟ دي وين رايح؟ ما تفهم ها؟ ما تفهم كل شلون؟ كمل بس ايش هذا؟ الرجال يقول ذي والحرمة يقول ذي وال ايه البسكوت يقول ذي وكل شيء ذي نواف مزيج مكس بين الجنوبي والحجازي وش يقول ايش بك؟ بعدين قال دي يا جويدة يا جويدة قام يطوي الحال طاوي ارحب يا جويدة ارحب يا حلالك ابو ربي والله العظيم انا احب ابو ربي محمد الطواله محمد الطواله محمد الطواله قم صل محمد الطواله صلاه محمد ربي نواف نواف نواف
صلاة غصب غصب. والله انا ما شاء الله عليه يا ولد معد مد يا ولد ما شاء الله عليه معد ما شاء الله عليه يقوم في الصلاة حق الليل والله ما قاموك. سبحان الله وما شفتك يا مازن قلت هذا هيئة شاعر. بالله عليك؟ اي والله. ترى انا من بيت شعر. ها؟ انا من بيت شعر امام خوال جداني كلهم شعر. وقلت بسم يوم شفت يوم شفت تصريح هذلية ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو يا من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس